والأمال في جميع الأحوال، وتبديل السيئات حسنات والعادات عبادات تامات موصلات، وعلى كن صالحا وعباد الله الصالحون في مجالس ذكرهم ومجالس محبتهم ومحبوبيتهم لنبيهم محمد على هذه النية، وعلى كن صالحة حاط بها علم الله القديم والصالح النيات عند قراءة هذا المولد، يدخل النيات مع النيات والذوات في الذوات والأعمال في الأعمال بحق الفاتحة بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع، محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع، صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع، صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا، يا ربي صل على محمد اسلك بنا ربي خير ما هي، صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع، يا ربي صلي على محمد وعافنا واشفي كل موجع، صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع، يا ربي صلي على محمد واصلح القلب واعف وانفع، صلي على محمد واكف المعادي واصرفه واردع، يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع، صل على محمد نحل في حصنك الممنع، يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنع، صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع، يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع، صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، يا ربي صلي على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع، صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع، يا ربي صلي على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع، صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا، لبيك يا من دلنا وحدانا. الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا، صلى الله عليه.
أطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشيانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وقح عواليها النشوانا. صلى الله عليه إلى المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. صلى الله عليه هجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهف الآلانا. صلى الله عليه صط إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صلي على النبي من جاء وآله من كلمته الغزالة. يا رب صلي على النبي من جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة تحت باب العطاق قصده حسن الرجاء راس مدانا. يا رب صلي على النبي من جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة. يا سميع الدعاء خيرنا يبغى محمد وآل
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبأنا. صلى الله عليه. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه. هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغد به فرحانا. صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. صلى الله عليه. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. صلى الله عليه. بين التراب وبين ماء فاستفق عن من غفلة عن ذا وكن يقظانا. صلى الله عليه. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي. صلى الله عليه. طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا. صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. غراما فللغرام رجال. غراما فللغرام رجال. الله الله. وابكي ما شئت يوم قومك شال. غراما فللغرام رجال. وابكي ما شئت يوم قومك شال. وتجرد عن طور كونك فيهم إنما هذه البرايا ظلال. الله الله الله. واحكم الود بالهيام دواما. واحكم الود بالغيام دواما. ما بأمر الهيام قيل وقالوا. اكتم السر ما قدرت. اكتم السر ما قدرت وحاذر أن تكن كل حظك الأقوال. إن في العاشقين منا رجالا. إن في العاشقين منا رجالا. هم رجال شكلا ومعنا جبال. صارتهم أحوالهم
فاستقروا بثبات وزالت الأحوال يا إمام الرسل See you.
ينسد أنت من كان حب أحمد فيه. ينسد أنت من كان حب أحمد فيه. تالله إن الأرض لا تبني. يا سعد أنت من كان حب أحمد فيه. يا سلام يا سلام يا سلام. الأرض لا تبلي. يا سلام. اللهم صل عليه وعلى آله. أو كيف يأكل التراب وحبه في قلبه في الله. أو كيف يأكل كيف يأكل التراب وحبه في قلبه ومديحه في هم بالحبيب. يا سلام. هم بالحبيب محمد يا سيدي يا رسول الله. يا ولد الغدام فالكائنات ضياء.
وفم الزمان تبسم وثناء صلى الله عليه الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. احسنت. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في كتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وعلى آله. ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وعلى آله. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وعلى آله. الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قمت لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسلت أعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه وعلى آله. الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أهل الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. سوف يعطيك فترضى جل من معطي تكاثر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرون قمرون ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا
وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعجز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم برفعه لإسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه لطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حان وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله Bye.
وانا اهلا وسهلا بك يا ذا القادر لا رفع يا امام اهل الرساله يا رسول الله من به الافات تدفع كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد دعا من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وارفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب وقفنا بحياه الطال يا احمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبه ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترشى من لا
له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله وصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا عالم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا رب ما سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا ربي يا عليم حال إليك وجهت الأمل فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح الباب يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أجادت بت الأسباب مستدركا بعد ما مات يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق ترى وموسع الكل برا أسألك أسبل سترة على القبائح والأخطار يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وصلنا دين الأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخيب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشواذ الجل والقهر وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشها فات أشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل سوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبر قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى الغام يا جال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى الغام يا جال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى الغام يا جال يا ربي الخير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي
عليك تفصيل وجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطاهر. وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فازم بيسرك عسري بمحض جودك والفضل. وامنون علي بتوبة تغسله من كل حوبة وعصيمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تعظم بالامثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبتشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال. يا رب أنت نصيري فلاجني كل خيري واجعل جنانك واختم بالإيمان لاجال. يا رب أنت نصيري فلاجني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لاجال. يا رب أنت نصيري فلاجني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لاجال. وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغداء والأصال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك بين يدي سيدنا ومولانا سيدي الحبيب كاظم حفظه الله وأدام علينا بركاته وأنواره. الحمد لله أخواني، هذا من فضل الله عز وجل علينا أن تقع علينا أنظار آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني أقول أخواني، استمدوا النظر إلى هذا الوجه النبوي الكريم، وجه سيدنا الحبيب كاظم، تنتفعوا من النظر إليه وننتفع من نظره إلينا إن شاء الله. All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, who has gathered us together in this blessed gathering in the presence and in front of our master al-Habib Kadhim al-Saqaf hafidhahullah ta'ala.
And we thank Allah subhanahu wa ta'ala and praise Him that He's allowed us to come in the presence of a prophetic face. And we receive those gazes from Al-Habib Kazim, and we're able to gaze at such a person. وقال أهل العلم على قدر التبجيل يكون التحصيل فنسأل الله أن يملأ قلوبنا بتعظيمه تعظيم الله عز وجل وتعظيم نبيه عليه السلام وتعظيم آل بيته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذا السيد الكريم الذي من الله به بلقائنا به. And the people of knowledge they state that the extent to which you honor is the extent to which you receive. And so we hope and we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we're able to continue to honor and to respect Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the household of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and this master of ours who's in front of Al-Habib Kazim. وقد ذكر سيدنا الإمام النووي رضي الله عنه وأرضاه في رياض الصالحين بابا خاصا فحول هذا الأمر قال باب تعظيم أهل العلم باب تعظيم أهل العلم واستدل لذلك بقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الإمام النووي رحمه الله تعالى he mentions in one of his works a section which he entitles the section on honoring the people of knowledge. And as an evidence for this, he references the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, whoever honors the symbols of Allah subhanahu wa ta'ala, that's from the piety of the heart. ومن منة الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الصحابة الكرام جميعا ويعظمون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم متعلقة بالأولياء والصالحين وخاصة بآل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. And from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala on the people of the Sunnah and the Jama'ah of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah is that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed them to honor the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and to honor the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and to give respect to the household of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل فيه كل الكمالات فهو أكمل الخلق أجمعين. Our master, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala gathered within him all perfection, so he is the master of all creation. لذلك يقول الشاعر وعلى تفنن واصفيه بمدحه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليه وسلم. And so based upon that, the poet he said that those who praise the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with all the different praises that they give, they will spend a lifetime and they will still not be able to praise him. وسرت آثار هذه الكمالات وهذه الفضائل وهذه الخصائص في آل بيته وفي ذريته الطاهرة الشريفة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا ببركاتهم. And the effects and the traces of these perfections have been passed through into the family of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to continue to benefit from them. فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يفيض علينا من خيراتهم وبركاتهم والحمد لله رب العالمين. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to continue to benefit from them and that He pours upon us from their blessings and continues to connect us to them. الحمد لله جمعنا المولى وإياكم سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة نتلقى هذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها ببركة نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الله سبحانه وتعالى has gathered us together on this blessed night where we can receive the blessings from the Prophet صلى الله عليه وسلم. التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى من أسرار قوله ومن خزائن قوله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. And we receive this from the treasures that Allah subhanahu wa ta'ala speaks of when He says that everything is within the treasures of Him subhanahu wa ta'ala and everything is at a set time. فنحن وبركة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومن حين افتتحنا هذا المجلس ربما من الفاتحة أو عندما بدأ المنشد بقوله يا ربي صلي على محمد والرحمات الإلهية تتنزل علينا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And from the blessings of the Prophet صلى الله عليه وسلم, the moment that this gathering started,
And whether it was from the Fatiha or was it from the first time that the Munshid he recited poetry, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala descended upon this gathering and continues to send on the gathering. ومع هذه الرحمات الإلهية التي ربنا يفتحها تأتي معنا الملائكة الكرام العظام يلتمسون حلق الذكر يلتمسون هذه المجالس المنظورة من الله بعين الرحمة وبركة عين الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. And this mercy that descends from Allah subhanahu wa ta'ala descends along with angels, and these angels are those angels that seek out the gatherings of goodness and the gatherings of blessings, and the gatherings of blessings, all of those blessings come from the blessings of the gaze of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وببركه هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم والرؤوف الرحيم تقومون من هذه المجالس المنوره المعطره بارواح الملائكه والمعطره بما هو اعظم من ارواح الملائكه بروح النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. And through the blessings of this gathering and through the blessings of the messenger صلى الله عليه وسلم, this fragrant gathering that we're present in, when we leave this gathering, we will leave with the souls of the presence of the angels, and greater than that, we will leave with the soul of the messenger sallallahu alaihi wasallam. تأخذون نصيبكم من الرحمات المتنوعة اللي يفتحها الله سبحانه وتعالى بالمسميات المختلفة. And so these mercies and these descendings that descend upon us descend in different forms and in different types. فتارة تسمى نصر وتارة تسمى شفاء وتارة تسمى هداية وكلها أصلها واحد ببركة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على حسب أثرها على ذلك المسلم. So sometimes it will be referred to as victory, sometimes it will be referred to as blessings, sometimes it will be referred to as mercy. But in all of its forms, it all comes from one source, which is the blessings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن حصلت له انكشاف حقائق سميت تلك الرحمات من الله نور لأن هذه الأنوار تنكشف بها المحسوسات والأنوار المعنوية تنكشف بها المغيبات وأول مغيب ينكشف بالنور الإلهي وجوده سبحانه وتعالى ووحدانيته جل جلاله بواسطة أنبيائه وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووارثهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And so if any unveiling takes place, the unveilings take place where we're able to experience the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the ultimate unveiling takes place where we're able to gaze directly upon the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وان حصل للواحد منكم نشاط في الذكر والطاعة والعبادة ونوايا صالحة بعد القيام من هذا المجلس سمى العلماء كل الرحمة توفيقا من الله سبحانه وتعالى فقام باسمه الباعث منبعث إلى الخير وإلى الرحمة وإلى إرادة الخير للناس أخذ نصيبه من هذه الرحمة. And so if somebody leaves this gathering and after this gathering he finds some energy by which he can continue to remember Allah subhanahu wa ta'ala, that's come from Allah subhanahu wa ta'ala and that's come from the blessings of this gathering. وإن حصل للواحد منكم ندم في باطنه على تقصيره في جنب الله وفي ذات الله وفي طاعة الله وشعر بهذا الندم في باطنه فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى من بركات اسمه التواب جل جلاله وتعالى في علاه سماها العلماء ندم أو سموها توبة هدية من الله عز وجل من اسمه التواب سبحانه وتعالى ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And if somebody leaves this gathering and in his heart after the gathering he feels some remorse because of some deficiency and some wrongdoing within him, this is through the blessings of the divine name, the one who accepts repentance, but ultimately it connects back to the blessings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. فالمنورون والموفقون والمقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عرفوا متى تأتي الملائكة ومتى تتنزل الملائكة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وصحبه وسلم أن المجالس هذه تحفها ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. And so those who illuminated souls, those who are guided souls, they will know when the angels of mercy descend. They recognize the presence of the angels that descend upon these gatherings. والبعض شعروا بمتى تأتي الملائكة وترفرف وتمد الناس بأنوارها وهداياتها. وأمثالنا يكفينا حتى أن لا نشعر ولا نعرف يكفينا أن نصدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الملائكة معكم يكفينا هذا فخر أن معنا الملائكة ويذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبواسطته يذكرنا الله في الملأ الأعلى سبحانه وتعالى عند أقوام خير منا وأزكى منا. And some others they will recognize as the angels are moving away and as the angels start flying away. But others who don't recognize their presence, they still believe in the messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who told us of the presence of these angels. ومع ذكرنا لاسم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا اسم الله جل جلاله وتعالى في علاه وبذكرنا لمولانا يذكرنا الله في ملأ فوق راقي ومنور خالص
هؤلاء الملأ الأعلى يذكرنا الله نحن بذواتنا وأشخاصنا المحدودة المنتهية الفانية، مذكورين عند الله في أماكن الرحمة العظمى، أماكن الأنوار التي ليس فيها ظلمات، وأماكن العطاء التي ليس فيها منع، وأماكن الرحمة الخاصة من الله سبحانه وتعالى. And when we mention the name of the chosen one, sallallahu alaihi wasallam, we by extension mentioned Allah subhanahu wa taala. And then Allah subhanahu wa taala mentions us in the gatherings in which there is no darkness, gatherings of pure light. فكل واحد منا ومنكم يقبض على ما يحصل عليه من الرحمات في هذا المجلس، ويعلم أنها تعم أهل القبور وتعم غير الحاضرين، فإن الرحمة إذا جاءت من الله عامة سبحانه وتعالى، ولا يقفل قلبه لما ينزله الله جل جلاله. And so every single one of us, we take our portion of that mercy that descends upon this gathering, that covers those who are present and that covers those who are absent. افتح قلبك لهذه الرحمات من الله بذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Open your heart to this mercy that comes from Allah subhanahu wa ta'ala by mentioning the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. اوسع ابواب قلبك في هذه المجالس بمحبتك لاخوانك المسلمين الذين معك وحسن الظن فيهم، فانك اذا شهدت الخصوصيه جعلك الله من اهل الخصوصيه. And open your heart as wide as possible to every single Muslim that's present around you. Have a good opinion of all, because if you do this, then you have a special status with your Lord. إذا شهدت خصوصية المسلمين جعلك الله من أهل الخصوصية وسط المسلمين. If you recognize the unique qualities of the believers, Allah Subhanahu wa Taala will make you from the unique believers. فإن كل مسلم يحمل سر من أسرار لا إله إلا الله. Because every single Muslim carries a secret from the secrets of لا إله إلا الله. وكل مسلم ومسلمة يحمل في قلبه نور من أنوار النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. And every single Muslim male and female carries part of the light of the light of Muhammad صلى الله عليه وسلم. إذا شهدت تلك الخصوصيات رفعك الله سبحانه وتعالى في مراتب الخواص من العباد ليس العوام العاديين. If you witness these unique qualities, Allah Subhanahu wa Taala will raise you to unique stations and ranks amongst the believers, such that you will no longer be a normal, ordinary believer. مراتب الخواص من العباد الذين أشهدهم الله سبحانه وتعالى سر هذا الوجود المغيب عن الأنظار. The status and the rank of the unique people of Allah, the elite people of Allah Subhanahu wa Taala, to whom Allah Subhanahu wa Taala has allowed them to see the secrets of creation. وكشف لهم المولى سبحانه وتعالى أسرار هذه الموجودات بأنها تحت أمر الواحد القهار، كما كشفها للمصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. And He unveils for such people the secrets of existence, that all of existence is under the control of Him subhanahu wa ta'ala, as He unveiled for our Master Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بشهودك لتلك الخصوصيات وترقيك فيها أنت أدركت سر حياتك، أدركت سر الحياة وثمرة العمر الذي تعيش فيه على سطح الأرض، وفي يوم ما سننزل كلنا تحتنا، كلنا سننزل إلى تحت الأرض، إلى باطن الأرض. And so by being able to witness this secret, you will understand something about the reason for your existence, because every single one of us at one point will descend beneath the earth. وإذا كشف لك هذا السر ازددت محبة لهذا الإله العظيم جل جلاله وتعالى في علاه. And if you أحببت الله جل جلاله. And if you see these secrets, then it will increase you in your love of Allah سبحانه وتعالى. You will fall in love with Allah سبحانه وتعالى. وسجدت لهذا الإله العظيم سبحانه وتعالى سجود المحبة. And you are prostrate to this great Lord. A prostration of love. وشهدت لهذا الإله العظيم بالوحدانية القديمة أنه الواحد القديم جل جلاله وأنت المحدث الفاني في هذه الحياة. And you'll witness to this all to you'll testify and witness to the Lord subhanahu wa ta'ala that you are temporal, you have a beginning, whereas He has no beginning and no end. فتسجد حينئذ سجود التكريم لله الملك الكريم سبحانه وتعالى، سجود تشهد به وحدانيته جل جلاله وقدميته سبحانه وتعالى. You will then prostrate in front of Him subhanahu wa ta'ala, a prostration of honor and respect, recognizing His oneness and recognizing His eternal nature. فينقلك الله جل جلاله من تكريم إلى تكريم. And so Allah subhanahu wa ta'ala moves you from a state of honor to a state of honor. يكرمك في هذه الحياة الأولى الدنيوية. He honors you in this lowly world, in this world of existence. بكرامات متنوعة ومتعددة. Through miracles and through experiences that are different in form. ثم ينقلك إلى تكريم أرقى فيجعلك تحيا حياة أخرى بعد الموت يخاف أكثر الناس منها والمؤمنون يشتاقون إليها لأنها فيها ترقي لهم من الله أعظم وإكرامات أعظم من الله سبحانه وتعالى. And then He will take you from this world into another world, a greater world,
where because you believed in him subhanahu wa ta'ala, he will honor you, even though many people now fear that existence, but you will be in a state of honor in that existence. وفيها اعظم الاكرامات لقال محبوب الاعظم محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. And there you will experience the greatest of all honor because they will be the one that you love, Muhammad صلى الله عليه وسلم. وينقلك بعد هذا التكريم في عالم البرزخ في عالم الارض الى تكريم ارقى بعد ذلك عندما تقوم من القبر وعندما تقوم في دار المحشر. And after he's honored you inside the temporary, inside the intermediary world, he will take you and he'll move you to another realm on the day of judgment. تتندل في المواقف المهيبة، المواقف المرعبة لأكثر الخلائق من صراط وميزان وحوض، وأنت تتنقل آمن بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم. And on that day you'll move from one frightening experience into another frightening experience. You'll move from the bridge. You move all of these different places, but you, as a believer, you'll move with the light of Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثم يدخلك بعد ذلك دار التكريم والمقام العظيم الجنان ويعطيك سبحانه وتعالى بقاء من بقائه تعيش أنت باقي سبحان بإبقاء الله لك سبحانه وتعالى. And then he will take you into the abode of honor, where he will give you something of his eternal nature. You will become immortal inside of that world. وهذه ثمرة الحياة المؤقتة التي نعيشها من عام كذا إلى عام كذا. And that's all the result of this temporary world, this brief world where we're living from one moment to another moment. هناك الخلود مع المحبوبين عند الله النبيين والصديقين سيدنا عيسى بن مريم وسيدنا داود وموسى ووارثهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. But there you have immortality. There you will live an immortal life. With the prophets and with the saints and with the purified souls, you'll be there with Isa, Jesus, son of Mary. You'll be there with Prophet Dawood alayhi salam and others. شهود الخصوصية في الذوات الإنسانية يشهد خصوصية الموجودات كلها. في الذوات البشرية المؤمنة يشهد خصوصيات الموجودات. When you witness these unique natures within all, you then witness the uniqueness of everything. ويكشف لك عن حقائق هذه الحياة. And it will reveal for you the reality of this world. جاء وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا على رسول الله. A group came to the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. وكانوا خبأوا لرسول الله خبيئا. And they hid something from the messenger صلى الله عليه وسلم. وعندما دخلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن خبأنا لك خبيئا فخبرنا ماذا خبأنا لك وسط هذه الآنية. So as they enter into the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they say to the Prophet, peace be upon him, we've hidden something from you. Tell us what we've hidden from you. فقال سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنما يقال هذا الكلام للكهنة وأنا لست بكاهن لا يعترف النبوة بهذا الطريق ولا تعرف الولاية من الخيالات ولا يعرف كذلك الخير من 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 سوء الظنون تعرف إلا بطريق مخصوصة. He, the master of all existence. He said, "Glory be to Allah Subhanahu wa Taala." He said, "I am not a soothsayer. These are not things that we speak about, because these type of examinations are not something that the prophets came to speak about." أرادوا أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاييس تفكيرهم وعقولهم. They wanted to know the messenger of God based upon their understandings and their estimations. فقال إنما يقال هذا الكلام للكهنة وأنا لست بكاهن. He said, "These type of statements are made to soothsayers, and I'm not a soothsayer." فقالوا كيف نعرف أنك رسول من عند الله ومن يشهد لك أنك رسول من عند الله؟ So they asked him, "Then how are we going to know that you are the messenger of Allah, and who will testify that you are the messenger of God?" فكأن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم يقولهم كل المخلوقات تعرف أني رسول من عند الله. كل الموجودات تعرف أني رسول من عند الله. But then it was though the messenger of God, he said to them that the whole of existence recognizes that I'm the messenger of Allah. لم يفكر طويلا أبدا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم مباشرة نظر أخذ الحصى الذي في مسجده. He didn't think for a lengthy period of time. Directly, he just picked up some pebbles inside the masjid. أبسط المخلوقات. The simplest of all creation. وكثرتها. And the most abundance of all. أخذ الحصى وقال هذه الحصى يشهدنا لي أني رسول من عند الله. He took these pebbles and he said, "These pebbles will testify that I am the messenger sent by God." ورفع الحصى في كفه الشريف المنور صلى الله عليه وسلم. So he raised those pebbles in his blessed noble hand. وكشف لأسماعهم عن هذه الحقيقة المغيبة عن كثير من الأسماع والأبصار. And so he unveiled to them many of the realities that were hidden. وقال هذه الحصى يشهدنا لي أني رسول من عند الله. And he said to them that these pebbles will testify that I am the messenger of ومع God. ومع كلامه هذا كشف لهم المولى ببركة الرسول أو كشف لهم الرسول بدعاه إلى المولى كشف لهم تسبيح الحصى
فسمعوا كلهم المسلم وغير المسلم هذه المعجزة الخارقة كلهم سمعوا الحصى يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. And so Allah subhanahu wa ta'ala unveiled for the messenger sallallahu alaihi wasallam realities of this existence by making those pebbles to start speak and start testifying that he is the messenger of Allah. وهذا يدلنا على أن للدين أسرار لا تكشف وللكون أسرار لا تكشف إلا بالإيمان ولا تكشف المسلمين إلا بالأثمان أن تقدم الثمن. هذا المجلس المبارك له أسرار عظيمة لا تكشف إلا بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. And this tells us that there are secrets in existence that are not going to be unveiled except for through faith, and that are not going to be unveiled except for through a payment. This gathering that we're present in, it has secrets, and the secret of it is sending prayers on the messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة فيها سر مبهم علينا لا يكشف إلا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. This night, this blessed night, has a secret time which is only unveiled by sending prayers upon the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة المباركة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيء من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه لكنها مبهمة في الليل كله لا ندري الساعة الثالثة من الساعة الرابعة أي ساعة لكن إذا اكثرنا صلاتنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنورت قلوبنا بأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرفت قلوبنا أي الساعة متى هذه الساعة. On this night, there's an hour, there's a moment on this night where any prayer that we make, any supplication that we make, it will be answered by Allah subhanahu wa ta'ala. But it's a hidden time. However, the one who increases in sending prayers upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his heart is illuminated, he will sense with his heart exactly when that time is. We don't know if it's 3 o'clock or 4 o'clock, but his heart will recognize it. وغدا في يوم الجمعة ساعة مباركة إذا صادفها مسلم قضى الله حوائجه كلها سبحانه وتعالى. And tomorrow, on the daytime of Jumu'ah of the Friday, there is a blessed moment which, if the believer asks within it, he will be given all goodness. قد تكون بعد فراغ الخطيب من الخطبة. It may be the moment that the khatib, that the speaker, he finishes his sermon. قد تكون وقت جلوس الخطيب بين الخطبتين. It may be the time between the sitting, the time when the preacher, when the speaker sits between the two sermons. قد تكون في آخر ساعة من الجمعة وهي الساعة التي تجتهد فيها البتول الزهرة فاطمة بنت محمد. It may be the last moments of the Friday, the time when the Blessed Lady Sayyidah Fatima Zahra she would strive so much to make prayers. انظروا كيف كل ليلة دقائق معدودات إذا دعا المسلم أو المسلمة أي أمر لله قضاه الله سبحانه وتعالى مباشرة ولم يدخرها للآخرة يعطيه إياها. Look at how this night it's just a few brief moments, but Allah Subhanahu wa Taala will give the believer whatever he asks for. Whatever he asks for, and he doesn't keep it until the next world. He gives him it in this world. هذه الرحمات كلها من الله لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. All of these mercy comes from Allah سبحانه وتعالى for the followers of Muhammad. نبحث عنها كل ليلة جمعة وكل ليلة بالليل. So we strive to seek these every single Friday. ونستضيء بالبحث عنها بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. And we honor the search by through the light of Muhammad صلى الله عليه وسلم. فنسعد في هذه الحياة المؤقتة. And so we become felicitous in this brief world. ونسعد في الحياة الوسطى. And we become felicitous in the intermediate world. الحياة الوسطى تحت القبور. The intermediate world which is beneath the graves. ونسعد في الحياة الثالثة الطويلة. And we'll be successful and felicitous in the eternal, in the lengthy life. ونحصل تجليات من اسمه الباقي سبحانه وتعالى. And we receive some type of we receive something from the divine name, the everlasting. يمدنا جل جلاله بإبقى منه سبحانه وتعالى يجعلنا مخلدين منه سبحانه وتعالى. He سبحانه وتعالى reinforces us with eternal, with immortality from his divine name, the eternal. وكما جاء في بعض الروايات ينادي المولى سبحانه وتعالى من الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي لا يموت. And as comes in some reports, Allah Subhanahu wa Taala, the Lord, He calls from the living one who does not die to the slave who dies. يجعلك منعما في تلك الحياة الأبدية. He makes you somebody who receives felicity and pleasure in that life. ولكن طريق كل تلك السعادات هو النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمعنا الليلة فرحا بولادته صلى الله عليه وسلم وبوجوده صلى الله عليه وسلم. But the pathway to get all of this felicity is through Muhammad صلى الله عليه وسلم. Who's the one that because of him we gathered because of the happiness of his birth. وشكرا لله سبحانه وتعالى على ما أعطانا وما أنعم به علينا. And also thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for what he's given us, what he's blessed us with. أنعم علينا جعلنا وياكم من أتباع هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. He blessed us and he gave us the honor of being from the followers of this Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. لم يطلب منكم أحد
ولم يدعو ربه عز وجل أن يكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال أقدار وجدتك في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاربط نفسك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nobody asked you and nobody requested to be part of this community, but this is your connection to him, your connection to Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أن جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه نعمة أيضا عظيمة من الله لنبي صلى الله عليه وسلم. We praise Allah سبحانه وتعالى that He's made him the seal of all prophets. That's a great blessing from Allah سبحانه وتعالى. قد لا تدرك عقولنا وجه النعمة أن جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن امتن الله على نبي صلى الله عليه وسلم. Our minds may not understand how that is a great blessing, but Allah subhanahu wa ta'ala blessed the Prophet sallallahu alaihi wasallam. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of any of your men, but he's the messenger of Allah and he's the seal of the prophets. فإذا آمنت بهذا الرسول العظيم أعطاك الله ثواب الإيمان بموسى وعيسى وإبراهيم وكل المحبوبين عند الله. So if you believe in this Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, your Lord will reward you for believing in all the prophets that came before, Prophet Jesus, Prophet Moses, all the prophets that came before. فإذ جعلنا الله وإياكم سبحانه وتعالى من أمته صلى الله عليه وسلم فنفكر كيف ندخل السرور على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. And so because Allah subhanahu wa ta'ala has made us from His people, we should be thinking about how do we enter happiness into the heart وكيف نقابله في الدار الآخرة صلى الله عليه وسلم. And how do we meet him in the next world? وكيف سيقابلنا هو صلى الله عليه وسلم. And how will he meet us in the next world? انظروا كيف كما نشتاق إليه هو يشتاق إلى أفراد في أمته صلى الله عليه وسلم. Look at how just as we desire for him, he desires for the people within his community. ولكن هذه الحقائق كلها لا تدرك إلا بالعلم النافع المأخوذ عن السند. But all of these realities can only be comprehended through beneficial knowledge that comes through connected chains. فإن العلم هذا النافع نور. Because this beneficial knowledge is light. مع الصفاء الباطني. With the purity, with the internal purity. يريد الإنسان كيف يتقرب إلى الله. The person desires to know how do I come close to Allah. ولا تكون عنده شبهة. So that there's no doubt within him. أو شك في أمر. Nor any uncertainty on anything. الأمر مكشوف. Everything becomes unveiled to him. كل ما يقرب إلى الله قام به أولياء الله سبحانه وتعالى. Everything that draws you near to Allah سبحانه وتعالى has been done and performed by the people of Allah سبحانه وتعالى. عرف لحن النور أن الاجتماع للمولد مثلا هذا ما في أي ذرة يقربك، ما في أي ذرة من الشك أنه يقربك إلى رسول الله ويحببك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. They understand that listening and reading this مولد, this gathering is something that will bring you to the Prophet صلى الله عليه وسلم, bring you nearer. They have no doubt, no certainty whatsoever about that. انظروا كيف نحن نجلس في هذا المولد في كل أسبوع وفي ترين في دار المصطفى وفي غيرها يجلس المسلمون صلون على النبي صلى الله عليه وسلم دقائق معدودات وهم يتقربون إلى الله قرب معنوي لا يشعرون بهذا يزدادون قربا من الله ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Look at how we gathered together to celebrate the birth of the Prophet in Tareem, in Dar al-Mustafa, across the world. All of this in order to draw near to Allah subhanahu wa ta'ala and to draw near to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بل لا يخلو ساعة إلا ويذكر فيها المولى ويذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. In fact, there's not a moment that passes except for that the Master is mentioned and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نفعنا الله وإياكم بهذه الأنوار العظيمة. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all through these great lights. وبالعلوم النورانية. And through knowledge that is illuminated. علوم الصالحين. The knowledge of the righteous. ذكرها لنا الشيخ محمد درويش حفظه الله نقلا عن الإمام النووي رحمه الله في ارتباط الأمة بصالحيها وفي ارتباط الأمة بعلمائها المحبوبين عند الله. Sheikh Muhammad, he spoke about this, the words of Imam al-Nawawi, how he spoke about our connection to the righteous people of knowledge of this ummah. واجعلنا وإياكم من الصالحين. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us all from the righteous. إذا أحببنا الصالحين كتبنا مع الصالحين. If we love the righteous, we'll be recorded from amongst the righteous. القلوب فقط إذا حبت الصالحين جعلها الله مع الصالحين. The hearts, if they fall in love with the righteous, they'll be recorded as being from the righteous. ولو لم يكن إلا ذكرنا للصالحين في الصلاة كفانا دليل أننا نحب الصالحين الذين نعرفهم الذين لا نعرفهم. And if we just love the righteous, then that will be enough for us, whether we know them or whether we don't know them. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في كل صلاة نذكر هؤلاء الصالحين، أمثال النووي والسيوطي والشعراني والجلاني وأحمد البدوي والدسوقي والشاه بن نكشبند البخاري. هؤلاء لهم سلام منا في كل صلاة. And so in our prayer we recite peace be upon us and the righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. All of these that were mentioned are all part of the righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. We're always sending in every single prayer, we're sending prayers of Allah, our prayers
upon these righteous souls. رفعهم الله سبحانه وتعالى وأبقى ذكرهم عبر مئات السنين. Allah سبحانه raised them and He kept the mention alive for centuries after. فنحن إذا حببناهم رفعنا الله سبحانه وتعالى. So we love them, Allah سبحانه will raise us. رزقنا الله إياكم محبة الصالحين. May Allah سبحانه bless us all with love of the righteous. ورفعنا سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى محبة أصلح الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم. And may He raise us after that to have love of the purest of all the righteous Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهذه المجالس المباركة تحرك في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. And these blessed gatherings, they stir in the hearts that love of Muhammad صلى الله عليه وسلم. الحمد لله محبة رسول الله داخل قلب كل مسلم ومسلمة. Praise be to Allah سبحانه وتعالى that love of Muhammad صلى الله عليه وسلم is in the heart of every believer. كنها مخبأة داخله. But it's hidden inside the heart. ومستورة. It's concealed. من شغالات الحياة. Because of all the occupations of life. وأمور الأعمال الدنيا. And because all of the works of this world. تشتت باطنه. Which disturbs the inner. أن يحس بهذه المحبة التي قذفها الله في قلبه ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. To feel that love inside which Allah has placed. That love of Muhammad صلى الله عليه وسلم. من قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله قذفت في روحه هذه المحبة. The person who says, "I testify, there's no God except for Allah, and I testify that Muhammad is the messenger of Allah," that love is thrust into his heart. كان الصحابة في القرآن الأول مباشرة يشعرون بها. ما توجد أي سلبيات ولا عوائق ولا موانع ولا عقبات. مباشرة. يقول أشهد أن محمد رسول الله. أول عبادة قبل الصلاة محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل الوضوء قبل أي شيء أولا المحبة. The companions from the first generation, the moment that they testified to faith, they felt that love inside of their heart straight away. That love was the first thing that they experienced in their faith before any act of worship. بعد المحبة يذهب يتوضع للمحبة ويصلي وهو محب ويصوم وهو محب ويعمل الأعمال الصالحة وهو محب للنبي صلى الله عليه وسلم. After that love, he then goes and washes himself, performs wudu with that love. He prays because he's a lover. He fasts because of that love. All of the good deeds that he does because of that love. هذه المجالس إذن لمن كان مشغول وغافل وذاهل تحرك داخل قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. So these gatherings are gatherings for those who are heedless, who are forgetful, that they come to these gatherings and these gatherings stir that love back in the heart. ما قال شيخنا الحبيب عمر حفظه الله مثل كوب الشاهي وسطه السكر. إذا أنت حركت السكر تذوقت هذه الحلاوة. إذا لم تحرك السكر لم تتذوق. إذا حضرت هذه المجالس وذكرت الله حركت داخل قلبك محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تحضر هذه المجالس لو عشت 60 سنة ربما لا تتذوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. As our Sheikh Habib Umar حفظه الله تعالى mentions that faith is like a cup of tea. In which there's some sugar. You may stir that sugar, and the moment you drink it, you taste the sweetness of it. Whereas some, he may remain as a believer for 60 for years and years, and he doesn't stir it, and he doesn't taste anything. وإذا أردت بسرعة تتذوق هذه المحبة، استيقظ آخر الليل، قم آخر الليل، حتى من غير صلاة. But if you want to quickly feel that love, taste that love, wake up before at the end of the night. فقط آخر الليل قبل الفجر كن موجود كن حاضر مع هذه الرحمات الخاصة. Just at the end of the night, just be present and be with Allah سبحانه وتعالى. هكذا ستدخل داخلك المحبة. And that's how that love will enter into your heart. حققنا الله وإياكم بهذه الأنوار. May Allah سبحانه وتعالى realize all of these lights. وربطنا بالنبي المختار. آمين. وجعلنا محط سرور لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحققنا بحقائق الإيمان واحفظ علينا ما أعطانا من النعم اللهم احفظ علينا ما أعطيتنا من نعمك الظاهرة والباطنة التي نعلمها والتي نعلمها وزدنا من هذه النعم يا مولانا وملانا بكم محبة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعم بالهدايات والسعادات والبركات هذه البلاد وما حواليها وعم بها الأحياء والمنتقلين إلى رحماتك وعم بها من سيأتي إلى يوم الدين ارسل إلينا وإليهم أنوار نبيك المصطفى الكريم وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بآدابه ودرجنا تحت أنوار ذاته الشريفة صلى الله عليه وصحبه وسلم واجعلنا أخواننا هؤلاء متحابين فيك متعاونين على ما يرضيك منطوين تحت إرادتك منطوين تحت رحمتك يا رب العالمين مستسلمين لقضاك وقدرك راضين بما تجري علينا من الأنوار وبما تجري علينا من الأقدار اجعلنا وياهم مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر مباركين حيثما كنا وأينما كنا الله وكما جمعتنا في هذه الدار اجمعنا في جنات تجري من تحت الأنهار واجمعنا في برازخ الأنوار وعلى حوض النبي المختار وانفعنا بالعلم والذكر والتذكير وانفعنا بالأخلاق وانفعنا بالأذواق وانفعنا بكل ما أعطيتنا اجعل منافع ما تجري علينا من الأعمال الصالحة سعادة لنا في الدنيا وفي الآخرة وفرحا وسرورا لنا عند الانتقال من دار الفانية إلى الدار الباقية انقلنا يا مولانا بكرمك من هذه الحياة الدنيا إلى جنات عالية قطوفها دانية إلى برازخ الأنوار وجنات تجري من تحت الأنهار يا كريم يا رحيم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشدان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. اصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك ترانا. يا الله ولقد رجوناك فحقق سولنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. يا الله وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا، واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا الله يا ربي واجمعنا واحبابنا بابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس رجوان. بالمصطفى صل عليه واله ما حركت ريح الصبا اغصانا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته صلوا عليه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول. حققنا بهذه الدعوات يشرق أنوارها علينا وعليكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، ظاهر وباطن، في خيرات ومسرات وزيادات وترقيات وعلوم نافعات وتعرفات آمين. من مولى سبحانه وتعالى، وهبات وخصوصيات ومضاعفات منه جل جلاله وتعالى في علاه، وبسرها يحفظنا وياكم أحبابنا وأحبابكم وأهالينا وجيراننا وقراباتنا فيما مرنا وعمن هانا، يحفظ علينا ما أعطانا من النعم سبحانه وتعالى، ويجدد لنا النعم ويتمم لنا النعم، ويفرحنا بمحض الفضل والجود والكرم. اللهم اجعل فرحنا في الدارين بك، ومحبتنا في الدارين لك، واحتياجنا في الدارين إليك، ووقوفنا في الدارين بين يديك. لا تصرفنا بالتصريف الأهوال، ولا تفتنا يا مولانا في مختلف الأحوال، ثبتنا ياهم على الحق، وزدنا إيمان، واربطنا بالصالحين. واقذف في قلوبنا قلوب محبة الأولياء والصالحين والعارفين والمقربين، واقذف في قلوبنا قلوبهم تعظيم الأولياء والصالحين، واقذف في قلوبنا قلوب محبة نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعائله، واجعلنا نحيا بذلك النور وبتلك المحبة، وعمها على أيدينا وأيديهم في مشارق الأرض ومغاربها، مع الفرج لأمة الحبيب في المشارق والمغارب، كشف مرضاهم ودفع الآفات والعافات عنهم، دفع البليات والهموم والغموم والأحزان والغرور والشغوب والبليات، وفضل وحثبتنا أخواننا في خدمة الدين مع المحبوبية الكاملة والقبول والزيادات منك يا أرحم الراحمين، جامعة شاملة، ويرحم موتانا خاصة وموت المسلمين عام وموت هذه البلاد، ويبلغ الأمال في جميع الأحوال من الهدايات والترقيات والسعادات والبركات. سر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
Yeah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Can we ask everybody just when they stand up to make sure that the rows are straight? There's plenty of space at the back, and we're going to pray Salat al-Isha now.